بكم في حلقة اليوم. باشي اللي راح يلعب دور واحد متشرد وخالتي باهي راح تنترفيوني عليه. لما يدخل للريستورون يروح يوسف باش يحاوزو، وانا بيان سير معاك خويا يوسف نسيو نحاوزو ونشوفو ردة فعل تاع المواطنين اللي راهو هنا ولا الزبائن صح التعبير. ميدوشك حنا جزيرين معروفين بالتضامن بيناتنا والاخوة. دونك مشاهدينا الكرام نخلوكم تشوفوا واش راح يصرا، ابقى معنا. قاعدين مع واحد من الجماعه ياكل ولا لا؟
لا لا ما ديرونجيناش، حنا حبينا نقعدوا معاه هكا طرف ابدا ابدا باش نبعدوا على خليه صالح ما بكاين اللي يشوفوا كيف راه ما عليك خلوه ياكل نورمال
انا والله غير غاضني ما نكذبش عليك وخمت كاش حاجه برك ترمه والله العظيم انا حطيتهم ما ناكلهمش وحلفت وكان خرجتوه صح والله ما نزيد ندخل والله ما ندخل ما نكذبش عليك برك احنا قهوه عند ربي لا لا بارك الله فيك هذه راح ماشي صح هذه تجربه اجتماعيه باش نشوفوا لو فون تاع المواطن الجزائري الحمد لله احنا ما عندناش شك فيها شوف هذا لو كونسيبت خدمناه نقدر نقول لك 100% كاع رياجة ما عندنا حتى حلقة راتي الحمد لله مازال كاين يعطيكم الصحة أنا ما كنتش نشوف ربي يحفظكم نظام سمحوا لي بزاف بزاف يعطيكم الصحة هاو لي كامل هذا دارية صحة فطوركم صحة رمضانكم هاي يقلب الجبانة يعطيكم الصحة بارك الله فيك يعطيك الصحة